وزارة الصحة الإيطالية أعلنت أنها ألغت ضرورة الالتزام بوضع الكمامات في وسائل النقل العام، خطوة هي الأحدث في إجراءات التخفيف من القواعد المرتبطة بجائحة فيروس كورونا. الوزارة صرحت أنه لن يتم تجديد الأمر الخاص بوضع الكمامات في القطارات والحافلات والأماكن العامة، لكن تم تمديد إلزامية وضعها في المستشفيات ودور الرعاية. إيطاليا تعد واحدة من أكثر البلدان تضرراً من الجائحة، حيث سجلت أكثر من 177 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد-19 منذ بدء تفشيه عام 2020. الساكنة الإيطالية استقبلت الإعلان الجديد بأمل جديد، قرار من شأنه أن يمحي الصورة القاتمة التي رسمها كوفيد-19 لدى المواطنين. رفع الكمامة خطوة تيسر لعودة الحياة لطبيعتها.